لبغيتي تصواني قالوا لي 120 درهم، وانا ما عنديش 120 درهم من غادي نجيبها. وبقيت جالس جالس جالس، ولا دبر لي عطيها الريحة. تعاون ما بقيت لا فلوس لا والو، ما بقيت لا خوتي لا فلوس لا حتى حاجة، بقيت اللي تشوف لي اللي يدويها لي. الله يرحم لكم الوالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة مغارب نيوز. ديما كان معاكم حنا دائما. عندنا واحد الحالة ديال واحد السيد كيقولوا ليه عوينة، انه كان مسكين مرض، كان عنده مرض السكري، وسببه شو رجليه اشنو وقع عليها بسبب مرض السكري. ومسكين دابا هو كيبات غير في الزنقة، ما عنده لا ولاد لا والو، وهو والحالة ديالو ولات رجليه دابا ولات كتعطي الريحة. هاد السيد كيبات في الزنقه، خاصو اللي يعاونو. وحنا دابا بغينا غنتابعو معانا هاد السيد، حنا غنوجهو لكم وغيهضر. سي عوينه، قول لي يا خويا، شحال وانت شحال ديال المده وانت كتبات في الزنقه وكتعاني مع هاد الرجل هادي؟ من الثمانينات اسيدي. خليك من الثمانينات وانا خويا كنعس في الزنقه وتنخدم عندي، وعند كان عندي واحد الوالد مسكين توفى ليا، وتنخدم مع عندي واحد خوتي معاه كنصيفط ليهم. ودابا من تعوق دابا سبب السكر، ما كنتش عارف عندي السكر، وبقات حالتي تدهور تدهور تدهور. تقطعوا لي صبعي، قطعوا لي واحد الصبع وشويه، بقات قضيه عيط ما نداوي، وعيط تسالاو لي الفلوس ما عنديش باش نداوي، وما عنديش باش مين. ودابا رجليا ولا تعطي الريحه، ما لقيتش باش نعم اللي لقيت اللي عاونني بشي حاجه. تكرت لي راه درت لي هذا يا خويا ويعاونني وشري لي الدواء. الله يرحم لكم الوالدين، انا مزوق فيكم اخوتي، راه قهرني السكر وقهرتني الزنقه، انا مزوق فيكم، راه ما عندي لا حنين. الله يرحم سيوانتم والمحسنين، والله تعالى الا ما تعاونوا معايا خويا. الله يرحم لكم الوالدين، انا مزوق فيكم اخوتي، راه الحاله راه انتم تتسووا بعينيكم. الله يخلي لكم صحتكم، انا مزوق فيكم الخوت، راه ما عنديش اللي يعاونني حتى بربعه دريين. راه تن داك الشيء اللي لقيتو راه تناكلو، وما بقاش عندي باش نصرف راه الدواء. قالوا لي الا بغيتي تصواني قالوا لي 120 درهم، وانا ما عنديش 120 درهم من غادي نجيبها. وبقيت جالس جالس جالس، ولا دبر لي عطيها الريحه. العار الخوت، الله يرحم لكم الوالدين اخوتي. وشوفوا خوكم تاني، راه مواطن تاني، مواطن مغربي تاني، وانتم انتم اخوتي البطاقه الوطنيه تاني، بخوكم تاني، مغربي تاني، مغربي تاني، عزل بالك اخوتي، انا مزوج فيكم تاني، مغربي اخوتي تاني، مغربي البطاقه الوطنيه تاني. الله يرحم لكم الوالدين اللي بتعاملوا معايا اخوكم هادي البيت. لازم بس تلقاو خويا ويتيم وبقور. الله يرحم لكم الوالدين، هي البطاقة الوطنية، هي خودي البطاقة الوطنية خوكم دوارة بغريبي، ما عندي زينة، ما كنت نتعب، ما كنت ندير، ما كنت نخدم زينة، نعاون عباد الله وتدوروا معايا وتنصبت الوالدين يا خويا. ودابا قهرت ما بقيت تنعس بهاد الكروسة هادي، هادي زوجي تزوم وتنعس بهاد الكروسة، وقهر لي البرد وقهرت لي. الله يرحم لكم الوالدين الزوال، الله يخليكم صحتكم. اللي ما تعاونوا معايا ما بقيت لا فلوس لا والو، ما بقيت لا خوتي لا فلوس لا حتى حاجة، بقيت اللي تشوف لي اللي يدويها لي. الله يرحم لكم الوالدين وانا عواسل، الله يسع ربي يحل عليكم وانا عواسل اخوتي. الله يخليكم صحتكم، الله يسع ربي يخليكم الصحة ديالكم. نسولك قول لي، واش عندك شي وليدات ولا ما عندك؟ ما عندي لا ولاد لا والو، تنعزى بالصدقة اخويا، تنعزى بالصدقة، ما عندي لا ولاد لا اللي يكون بيا ولا اللي بدليت الزغبة ديال الماء. وقبل قول لي، قبل ما يوقع لك المشكل، اشنو كنتي كدير؟ كنت نخدم مع عباد الله، نسخر ليهم ونبورتي من هنا ونبيع الكار ونعاون هذا يعطيني 100، هذا يعطيني الفراك، وهذا وتنتعاون بداك الشيء، وتناكل شويه ونصيفط للدار شويه. شحال ديال المده واد الرجل عاطيك هادشي؟ هادي دابا راه شي 4 شهور، 4 شهور اخويا. ما مشيتي للسبيطار لا والو؟ ما لقيت لا مشيت للسبيطار، ما لقيت لي وقف معايا، راه خصك الرماد، خصك هادي، ما عندي باش ندير الرماد، خصني نمشي حتى المكناس. كيفاش كدير معاه وانت كتبات في الزنقه؟
وراه تقتلني بالبرد، يقتلني البرد وتقدرني وتنصبر. واش غادي ندير؟ تنصبر تناكل واحد الفاني، تناكل ما بقاش عندي حتى باش نشري واحد الفاني تاني. وباش كتغطي هاد الرجيله هادي؟ قول لينا باش كتغطي هاد البالطو هذا وواحد المنطه، هاد المنطه هادي هاد السي اللي عندي. والله يا خويا لا تزيد لي براس بالي بالله. الله يخليكم بصحتكم، الله يرحم لكم الوالدين، الله يجعل ربي يخليكم بصحيحة، الله يرحمكم. وشحال ديال المدة وانت كتعاني من مرض السكر؟ هادي راه دابا شي عامين، شي عامين دابا، شي عامين عاد تمشي ندير هاد العملية. مشي درتها بواحد الكلينيك، قالوا لي سير دير داكشي. عاد مشي دير التحليلات وداكشي، لقاو فيا 3 غرام و11 في الخزان. الله يرحمكم الوالدين الزوادين اللي بتعاونوا معايا، لله لله الوزا، الله ما بغيت لا فلوس لا والو. الله يفرجها عليك، الله يفرجها عليك. مشاهدينا الكرام، كما كتشوفوا الحاله هي قدامكم كتشوفوا فيها، ما خبينا عليكم حتى شي حاجه. مشاهدينا الكرام، انتم كتشوفوا الحاله قدامكم، السيد انتم كتشوفوه وكينعس في الزنقه ورجليه عطات الريحه. هذا السيد كيطالب غير باش داوى ليه رجليه. مشاهدينا الكرام، نخليو لكم نتوما هذاك الشيء اللي كتشوفوه، وتحياتي لكم كاملين، شكرا لكم.